تقدر تعالجها بواسطة اليوغا. طبعا بما ان انت قلت السمنة، وانا توني شايفة خبر بالجريدة ان 88% من الكويتيين يعني يعانون من السمنة، يعني للأسف ان كمية الاكل اللي ناكله ما يعادل كمية السعرات الحرارية اللي ناكلها اللي نحرقها نصرفها في الجسم. فاليوغا جزء منها يحرق، يعني يقوم بحرق السعرات الحرارية، جزء منها اللي هي الحركات البدنية، بينما طبعا اي حركة ممكن تسويها تحرق سعرات حرارية. لكن يعني الشيء المميز في اليوغا بالنسبة حق الوزن او بالنسبة حق السمنة ان هي توخر الاجهاد اللي هو يسبب الافراط في الاكل. وفي يعني والحين يعني في اوروبا وفي امريكا افتحوا عياده اسمها عياده، حتى يعني اللقمه ما يقدر يذوقها عدل ولا ما يقدر تطعمها، ما تطعمها، يمكن يطعم اول لقمه والباقي كله بالحشو ويتحش، مثلا يتحش طالع التلفزيون. كل هذه العادات الخاطئه اللي قاعد يسويها هي سبب من الاسباب. يعني اذا وعي، وبعدين في فلسفه باليوغا تقول ان اللي يعني اللي تشتغل فيه او تستعمل فيه اليوم زين هو اللي المفروض ما تنطر النتيجة. يعني حقه مثلا شنو، يعني ان اذا انت سمين وتقول انا كل شهر بضاعف 4 كيلو او 5 كيلو، هذه انت معناها انك انت تنطر نتيجة قد تتحقق قد ما تتحقق. هذا خطأ، ما تنتظر المفروض انت يعني ما تسوي الشيء ولا بدون انتظار، بدون ما انت، عشان ما يصير فيك انت خيبه امل وبعدين انت تضيع الهدف الرئيسي للانتظار هذا. يعني اليوم اللي انت مثلا يعني انت فيه تقول شنو، تقول انا مثلا ما راح اكل خبز اليوم، وبالتالي تمشي على هالجدول او تمشي على تقليل الطعام، ولا انك انت تقول مثلا بضعف الكثر. اذا هذا هني الوعي، وبعدين بالتالي غير الوعي ان توخر الاجهاد، وهذا سبب من اسباب السمنه لان اللي مجهد وايد ياكل. خلني الحين اكو يعني ناس يقول لك هل اليوغا يعني رياضه اليوغا تمارس في كل في اي مكان، ولا هناك مثلا اماكن معينه يجب على الممارس ان يكون فيها متواجد فيها؟ يعني مثلا اقدر انا ازاولها وانا قاعد الحين مثلا، او في مكان معين، او في جو معين لها؟ هو يعتمد انت شنو، يعني شنو تبي تحقق من اليوغا. في ناس يبي يحققون عضلات، يقوون عضلاتهم، يبي يكتسبون مرونه. يعني ما تقوي عضلات تكتسب مرونه مثلا في مكان يعني عام، يعني او لازم يكون مكان مثلا نادي او مكان خاص. بس في ناس يبون تأمل، يروحون عند مثلا البحر، يروحون مكان في جبل، يروحون مكان حلو، يبدون هم شنو يعيشون الجو، يعني يصفون ذهنهم ويبتدون يعني يسوون التأمل هذا. فيعتمد انت شلون تكون باليوغا وشلون تتقبل المكان، هل يعني المكان هو يصلح لك، هل المكان انت تحب تعيشه كذي، يعني على حسب الشخص نفسه. احنا عندنا اتصال الحين، تفضل نسمعه ونحاول المتصل. المتصلة متصل ولا متصلة؟ متصلة. من هي متصلة؟ الأخت فاطمة الصفار. نعم. حياك الله أخت فاطمة، كل عام وأنت بخير. وأنت بخير، هلا مرحبا. ها إيش أنت من جماعة اليوغا؟ نعم، من محبين اليوغا. يعني مو جاولين اليوغا ها؟ نعم. انا عاد باعتبار ان يعني انا يعني باليوغا مو ذاك الزود. نعم. بترك الاستاذه حصه تسولف وياك، بس بسال سؤال واحد وبعدين بترك الامور بينك وبين الاستاذه حصه. اللي هي شو اللي خلاك انت تروحين حق اليوغا؟ نعم، كان عندي ضيق تنفس. ضيق تنفس؟ نعم. رحت الأطباء اللي يقول لي عندك، وصلت لدرجة أن قالوا لي عندك تليف بالرئة، وآخرين قالوا لي عندك أزمة ربو. فطبعا كنت أتعالج، أحاول أخذ أدوية وأنا ضد هذه الأدوية، فوقفتها على طول وسمعت بحصة. كنت أخذ اليوغا على أنها مديتيشن، حال الناس اللي كانوا يأخذونها على أنه تأمل وبس التأمل وكذي. مع حصة اختلف الوضع،
وانا داس حد حصص كنت طبعا ادور عليها صار لمده فمو حاطه اي اعلان عنها. اول اخذت تليفونها بطريقه صدفه من واحده من الصديقات فقالت لي اتصلت فيها قلت لها ليش مو معلن انت ليش ما تعلنين عن نفسك وين مكانك وانت وين؟ فاعطتني مكانها ورحت لها. اول ما دخلت قلت لها ليش مو ما تعلنين عن نفسك انا تعبت ادور عليك. قالت لي انا ابي الواحد يحب اللي هو قوي ويوصل لها وهو بنفسه يبحث عنها. شنو سويت لك اليوغا اخت فاطمه؟ بالضبط سويت لي اليوغا. هلا حصه شلون؟ يا هلا شلون شفت؟ مبارك عليك ساعه. ايوه عليك يا حبيبي. طبعا انت ادرى الناس انا لما شرحت لك حالتي اللي سوت لي هي طبعا بالدرجه الاولى الورقه والياقطه اللي كنت معلقتها كاتبه عليها عباره ان الهدوء هو سر اليوغا وسر الحياه. ما فهمتها بالدرجه الاولى لان هذا الهدوء مو موجود عندي. الهدوء والبطء. البطء والهدوء مثل مثل المشهد اللي طلعته مساء اللي قال يلا انا مستعيل. فانا كان ايقاعي سريع جدا اسوق بسرعه اكل بسرعه بالبيت يعني كل شيء بسرعه مع البيت مع العيال مع يعني كنت تعبانه من ما ادري عن ان هذه حاله السرعه هي التعب. لما بديت امارس اليوغا بدا ايقاعي يبطئ. لما بطئ ايقاعي بديت اسوق شوي شوي اكل شوي شوي بديت انسمي بديت اتنفس. طيب ما انت كنت في ترين قلت لك انا طبت تنفست ما لا صح بس انت كنت تشتكين من النوادي الرياضيه النادي الرياضي بالضبط كنت اشتكي من النوادي الرياضيه لانه في موضوع يوغا بس موضوع مو محطوط بطريقه صحيحه. اليوغا محطوطه مع المشين اللي يمشون عليها فهذه اول مساله. كانت فيك علامه اي صح اي بالضبط كانت فيني علامه في كل جسمي يعني انا ما كنت اقدر حتى اتحرك ريولي تعورني مفاصلي اضافه حق هذه المسائل كلها. فاستفدت وايد يعني لدرجه الحين انا امشي اتنفس بدون اي علاجات يعني. فهذا العمق يعني اللي شفته من خلال تدريسك لي حق اليوم. من متى يعني انت حسيتي فيه من اول يوم